اخوان عشاق قناة مارينا ولبرز، تحية لكم كاملين وديكاس سبيسيال لكم كاملين. دائما فيما قل ودل جبنا لكم اليوم واحد الطريقة اللي هي فعالة باش تعلم الكلب ديالك عدم لمس الاشياء الا تحت الموافقة ديالك، وهذا الشيء يعني بواحد الطريقة اللي هي سلسة وزوينة كتخلي الكلب راسو يخدم عقلو باش ايفيت العقوبة، ومع العلم ان العقوبة ما غاديش يعني تأثر فيه، يعني ما غاديش تحتاج تضرب الكلب ديالك ولا تعاقبه باش ما ياخذش واحد الانطباعات اللي هي ديال الخوف. غنخليكم معايا وشوفوا معايا هذه الطريقه هذه في النهايه ديال هذا المقطع. كنتمنى تعجبكم وفكره جربناها وكانت فيها عندها نتائج مبهره، وخليكم معايا. تحيه لكم كاملين عشاق قناه مالين بارس، تبارك الله.